بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله، طلابي طلاب الصف الرابع الابتدائي، معكم معلم لغتي من مجمع مدارس جيل المستقبل الأهلية برن. عندنا اليوم حل تدريبات على الاسم المجرور بحرف الايه؟ بحرف جر. تدريبات على الاسم المجرور بحرف جر. أول حاجة عندنا في تدريب أحل، أكمل الجدول الآتي. الأمثلة: حرف الجر، الاسم المجرور، العلامة الإعرابية. يبقى عندنا المثال: حرف الجر، الاسم المجرور، والايه؟ والعلامة الإعرابية. أول مثال عندنا موجود: لأن يغدو أحدكم فليحتطب على ايه؟ ظهري. عندنا طبعا حرف الجر مش موجود، الاسم المجرور كلمة ظهره، العلامة الإعرابية وهي الايه؟ الكسرة. علامة الإعراب الموجود معانا ايه؟ الكسرة. طب عايزين نطلع الاسم المجرور، ها؟ حرف الجر من الايه؟ المثال. مين اللي يعرف يجاوب؟ ممتاز. حرف الجر هو ايه؟ على. حرف الجر على. يبقى عندنا حرف الجر اللي معانا هنا ايه؟ على. احسن. مثال الثالث: الاستغناء بالعمل خير من سؤال الايه؟ الناس. يبقى الاستغناء بالعمل خير من سؤال الناس. طبعا هو جاب لنا هنا حرف الايه؟ الجر اللي هو من. حرف الجر اللي هو ايه؟ من. احسن. طب اللي عندنا اللي احنا عايزينه الاسم المجرور والعلامة الإعرابية. يبقى عايزين نطلع من هنا الاسم المجرور والعلامة الإعرابية. يبقى الاسم المجرور موجود معانا هنا، مين اللي عرف يجيبه؟ كلمة ايه؟ احسن. كلمة سؤال. كلمة ايه؟ سؤال. الاسم المجرور هو ايه؟ سؤال. طب العلامة الإعرابية الموجودة عندنا الايه؟ الكسرة. وفي عندنا موجود طبعا خانتين فاضيين. عندنا الاسم المجرور وكلمة سؤال، وعندنا العلامة الإعرابية الموجودة عندنا هي الكسرة. العلامة الإعرابية الموجودة عندنا هي الايه؟ الكسرة. وفي عندنا طبعا حرف جر تاني، مين اللي يعرف يطلعه لي هنا؟ عندنا المثال في حرفين، حرف الثاني وحرف الايه؟ الباء اللي هو دي. بالعمل. بالعمل. يبقى عندنا دي حرف الايه؟ الجر اهو. بالعمل حرف الايه؟ الجر. يبقى عندنا حرف الب اللي هو الباء بالعمل، وكلمة ايضا وحرف الثاني هو من. الحرف الثاني الموجود معانا هو ايه؟ من. طب عايزين نطلع الاسم المجرور، مين اللي يعرف يطلعه لي؟ ممتاز. كلمة العمل وكلمة ايه؟ سؤال. العمل وكلمة سؤال. يبقى عندنا العمل وكلمة سؤال اللي هو ادي الاسم الايه؟ المجرور. العمل وكلمة سؤال. عندنا بعد كده العلامة الإعرابية وهي الايه؟ الكسرة. العلامة الإعرابية الكسرة. تمام كده؟ عندنا بعد كده المثال الثالث: عن عبد الله بن عمر رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما يزال الرجل يسأل الناس حتى يأتي يوم القيامة وليس في وجهه مزعة لحم، وليس في وجهه مزعة لحم. عندنا طبعا الحديث ده أول عايزين نطلع حرف الجر، الاسم المجرور، والعلامة الإعرابية. يبقى أول حاجة عندنا من اللي يطلع لحرف الجر؟ ها؟ ها من اللي يعرف يطلع؟ ممتاز. يبقى عندنا حرف الجر هو إيه؟ في. حرف الجر هنا في. تمام؟ حرف الجر عندنا هو إيه؟ في. طب ماشي تمام. عندنا بعد كده أولاد الاسم المجرور عبد الله. الاسم المجرور عبد الله. يبقى عندنا طبعا في حرف جر اول. في. حرف جر. في. حرف جر. تمام.
وجاب لنا عبد الله اسم مجرور، يبقى اذا عبد الله جاب لها حرف جر، هو حرف جر ممتاز عن حرف الجر ايه؟ عن اهو، يبقى عن حرف ايه؟ جر، وعبد الله مجروره بايه؟ بحرف الايه؟ الجر. وعلامة الإعراب من اللي يعرف يجاوب ممتاز، يبقى علامة الإعراب هنا الايه؟ الكسرة، علامة الإعراب الايه؟ الكسرة. طب عندنا طبعا في عندنا لسه في اسم مجرور وفي علامة ايه؟ إعراب. من اللي يعرف يجاوب اسم مجرور يبقى بعد كده ممتاز. كلمة وجهه فين وجهه؟ يبقى عندنا الاسم المجرور اهي، كلمة وجهه لأن في حرف جر، كلمة وجهه. طب ماشي، علامة الإعراب اللي هي طبعا معروفة اللي هي الايه؟ الكسرة. علامة الإعراب الموجودة معانا هي الايه؟ الكسرة. المثال الأخير، أحب من يحول الطين إلى آنية للزيت أو الايه؟ أو العطر. أو الايه؟ أو العطر. طبعا عندنا طبعا جاب لك الاسم المجرور كلمة الايه؟ الزيت. الاسم المجرور الزيت اللي هي الزيت. طب عايزين طبعا حرف الجر، نحط حرف الجر ها، وجاب هنا حرف جر أيضا إلى، وجاب حرف الجر إلى كلمة يحول ماشي، كلمة يحول الطين إلى آنية، عفوا يحول الطين إلى إيه؟ آنية. يحول، أحب من يحول الطين إلى آنية للزيت أو العطر. أحب من يحول الطين إلى آنية للزيت أو الإيه؟ أو العطر. عندنا جاب لنا طبعا حرف الجر هنا إلى، حرف الجر إلى، عندنا إلى حرف جر. إذا الاسم المجرور هو إيه؟ من اللي يعرف يجاوب؟ ممتاز. كلمة إلى، يبقى عندنا على طول اسم المجرور هو كلمة آنية. اسم المجرور وهو كلمة آنية. تمام. بعد كده علامة الإعراب ممتاز اللي هي الايه؟ الكسرة. علامة الإعراب الموجودة معانا الايه؟ الكسرة. عندنا طبعا في حرف جر موجود معانا تاني، من اللي يعرف يجاوب عليه؟ يلا. ممتاز. أحب من يحول الطين إلى آنية للزيت. للزيت. عندنا طبعا في حرف موجود معانا تاني وهو كلمة للزيت. أهو، أحب من يحول الطين إلى آنية للزيت. حرف الجر هنا وهو لي. والاسم المجرور هو الزيت، وعلامة الإعراب الموجودة هي الايه؟ الكسرة. يبقى علامة الإعراب الموجودة هنا الكسرة. يبقى نكون قد وصلنا إلى نهاية حلقتنا اليوم، وأرجو أن تكونوا قد استفدتم من هذا الدرس. وأي استفسار على مجمع مدارس جيل المستقبل الأهلية سوف نوفيكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.